في واحدة بتسألني بتقولي من عشرتها للنرجسي فقدت الثقة في كل الناس اللي حواليها، تعمل ايه؟ بصي، انت محتاجة عشان تعيشي بسلام مع نفسك وتبقي مستريحة بعد التجربة دي، محتاجة حاجتين. الحاجة الأولانية تفهمي مين الشخص اللي كان معاكي ده، والحاجة التانية انك انت تتقبلي. والتقبل يعني الرضا، ترضي بالنوع ده من الشخصيات. فانت محتاجة تعرفي ان الشخصية اللي انت كنت تعرفيه ده النرجسي ده نمط من الشخصيات، وده موجود منه كتير، والسبب هو ان خلقة ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق ناس بأعضاء متكاملة، وفي خلق ناس مفتقدة لبعض الأعضاء كجسد وكروح وكنفس وكشخصية وكقلب، فاهمة؟ في فرايتي وفي تنوع في خلقة ربنا سبحانه وتعالى. مش خلقنا كلنا زي بعض، خلقنا متفاوتين في الذكاء ومتفاوتين في العقل ومتفاوتين في الفهم ومتفاوتين في القدرة على التعبير ومتفاوتين في القدرة على التعامل مع الناس، يعني مهاراتنا مختلفة. فالنوع النرجسي ده اللي متعب قلب كل الناس اللي حواليهم الطيبين، سببه ايه؟ سببه ان النوع ده من الناس مش بيستوعب صح، عنده شك كتير، عنده مفتقد للمشاعر، زي مثلا واحد مفتقد ان ما عندوش دراع، واحد يتولد من غير رجل. دول ناس اتولدوا من غير مشاعر، ما عندهمش احساس، لا يشعر ابدا الا بنفسه بس، ما يحسش بالاخرين، ما يحسش بالمتعة، يحسش يعني هو بيحاول يسعد نفسه، ما بيحاولوا يسعدوا نفسهم عشان هما تعساء أصلا. فعشان هما تعساء أصلا نتيجة تفقدهم للمشاعر والقلب، فتلاقيهم بيبالغوا قوي في ان هما يحاولوا يسعدوا نفسهم بأي شكل. ففي منهم من بيجد سعادته في انه يأذي التانيين، يأذي الآخر، يعني ده نوع تاني بقى متفرع من الشخصيات اللي هي إدراكها محدود وفهمها محدود. دول في بينشق منهم ناس كتير جدا، يعني ممكن تلاقيه يحب يأذي، يحب يضايق، يحب يجرح، مستمتع بأذية الناس. وفي منهم الجريء وفي منهم الخواف، فاهمة؟ فهي زي ما تقول كده خلقة من خلقة ربنا، وده تكليف من ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني لو انت طيبة فانت ابتلائك بالطيبة ده ابتلاء برضه، انت طيبة وبتسامح وبتعدي وحنينة وبتحب الخير للناس وقلبك على الناس وبتحب تساعدي، ده ابتلاء. وان الواحد يتولد كده من بطن امه يعني شرير، بيحب بيغير، بيحقد، بيحسد، بيضايق، يحب يضايق الناس اللي حواليه، يحب ياخد الحاجة اللي في ايد غيره، يحب يحرق قلب الناس كده على حاجة هما بيحبوها، الشر ده اللي في قلبه ده ابتلاء. وهو ده يا ستي مناط التكليف. يعني ايه مناط التكليف؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بالطريقة دي، يعني ايه زي ما تقولي كده السر وراء المحنة اللي هنمر بيها. احنا لازم هنمر بمحنة، طيب هيمر بمحنة، الشرير هيمر بمحنة، والمحنة دي الهدف منها يا ترى انت هتعمل ايه؟ وعندك قرآن وعندك سنة وعندك رب وعندك نار وعندك جنة، ويلا وريني هتعمل ايه، هتتخلصي ازاي من الصفات الوحشة والمذمومة اللي عندك، ها؟ هتعرفي ازاي تتعاملي مع الأشرار، هتقدري تثبتي، هتقدري تسمعي كلام ربنا في وسط كل الضغوط دي، فهمت الفكرة؟ فانا بس بحاول اوصلك الفكرة بسرعة كده، انك انت تفهمي ان انت في اختبار، والاختبار اللي انت فيه دلوقتي ده في حالتك دي ان انت طيبة وحواليك ناس أشرار. هما بيعملوا فيكي كده ليه؟ طبيعتهم كده، خلقتهم كده. طيب وايه النجاة منهم؟ الاستعانة بالله. طب وايه تاني؟ وربنا سبحانه وتعالى بيساعدك ازاي؟ بيساعدك عن طريق اشارات وناس بيبعتولك كلام، يا اما يبعتلك حد يفهمك او انه يلقيها في قلبك هيقولك تتعامل ازاي. ليهم طريقة معينة في التعامل، زي مثلا انت اشتريتي جهاز جديد، ف بتقعدي تقري البامفلت بتاعه كده، بتشوفي ايه الجهاز ده بيستخدم ازاي، كام برنامج، اعمل ايه عشان احافظ عليها، اعمل ايه عشان ما الاله دي ما تبص مني، اعمل ايه عشان يبقى عمر مثلا البطاريه بتاعه الموبايل تبقى اطول. عارفه انت الطريقه دي،
اتعاملي معاها برضو مع البشر الناس اللي حواليك. الشخص النرجسي ده لو هو شخص طبعا مهم في حياتك، احنا نبتدي كل ده على شخص مهم، انما الشخص اللي مش مهم ارمي ارمي على طول. انما لو شخص مهم في حياتك هتضطري ان انت تتعاملي معاه، يبقى تجيبي البامفلت بتاعه كده وتشوفي ازاي اتعامل معاه وازاي اقدر اكسب منه وما اخسرش على قد ما اقدر. طب ما انا في اثناء المعاملات دي انا دمي بيتحرق، ده بيسمم بدني، ده بيفقد الثقه في نفسي، ده هيجنني، ده مش طبعا. ما هو ده برضو من مناط التكليف، وربنا قال لك وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، يعني ايه نصبر على اذى الناس، وتمن الصبر ده هو الجنه. تمام، يبقى ده اول شق، انك انت تفهمي مين دول وبيعملوا كده ليه وازاي تتعاملي معاهم. الشق التاني الرضا والتقبل. ليه الرضا والتقبل؟ انك انت تعرفي اصل انت كده كده هتتاذي، فاهمه؟ انت جايه تحط عليكي في الدنيا مش اكتر، يعني مش جايه استمتع يعني واعيش حياتي واتبسط وده شبابي وعمري وحياتي وهيضيع هدر، كل ده كلام فارغ. الحقيقه ان احنا جايين الارض يتحط علينا، فاهمه؟ فلو ما كانش هيتحط عليكي عن طريق حسد، هتحط عليك عن طريق نرجسي، هتحط عليك عن طريق ظلم واضطهاد، يعني تفهم ازاي. هتلاقي واحد كده يجي يقولك خرجك من بيتك كده ظلما وعدوانا، هتلاقي مثلا حد كده يجي يسمم بدنك كده علشان ويتحجج انك انت اللي ضايقتيه، يعني ايه يعني؟ هو كده كده هيتحط عليك. ما كانش النرجسي ده قبلك كان هيقابلك مشكلة تانية. خلاص الحمد لله انها جت ايه، ان يعني هو نرجسي بس يعني، وانها اذى، وده من نوع من انواع الاذى في الدنيا، وان شاء الله ربنا ايه في الحمد لله في ايه في جنه وفي اخره تانية يعني. فاصبري وتحملي، هتتقهري شويه، هتعيطي لك حبتين، هتندمي على اليوم الاسود اللي انت شفتيه فيها، انت فاهمه؟ عادي عادي عادي، ده ما اذى، انت عايز ايه؟ تعيش في الدنيا. طيب ايه نتعامل ازاي؟ بالرضا. طب ازاي ارضى يعني وانا بتدمر؟ يعني ازاي ارضى ان انا يتولع في جتتي؟ يعني ازاي انك انت تقولي لنفسك كده ان دي فترة وهتعدي، يعني مش على طول، لا مش على طول. بس ازاي ده انا بقالي كده 20 30 سنة؟ ما هو لسه في اخرة، انت فاهمة؟ المعركة بيننا وبين الاشرار دول لسه لسه لسه، لسه. سيبي ينتصر عليكي مرة واثنين وثلاثة وعشرة في كذا جولة، مش مشكلة. طبعا هتحاولي تدافع عن نفسك طبعا على قد ما تقدري، لكن في ايه؟ في نهاية للكلام ده، في هيحصل حكم هيتحكم عليه، فاهمه؟ يعني هيتعاقب، اللي عمل حاجه غلط هيتعاقب، واللي صبر واستحمل هيتكافئ، فاهمه ازاي؟ فده ادعى لانك انت ترضي. ولو ما عرفتيش خالص يا ستي الجايه الى الله، يا رب راضيني يا رب باختبارات الدنيا اللي احنا بنولع فيها دي، يعني ما كناش نتعب من حاجات ملموسة ومحسوسة حوالينا، لا إما حاجات فيلينج ومشاعر وقلبي ومشاعري وحزني وقلق وتوتر. يعني بصي كده كده هتتألمي، فاخدي ثواب أحسن. تمام، اصبري وتوكلي على الله واستبشري خيرا، اعرفي ان ايه قول الحمد لله انها جت على قد كده، والحمد لله ان انت من الطيبين مش من الاشرار، الحمد لله ان انت من الناس الاسوياء مش من الناس المرضى، الحمد لله انت من الناس اللي معاكي ربنا مش ربنا سبحانه وتعالى بيمهلك لغايه ما ايه تجي عنده ويعاقبك، الحمد لله انك انت من الناس اللي ربنا اصطفاهم في الارض وخلاهم قلوبهم حنينه وطيبه، دي نعمه كبيره جدا اشكر ربنا عليها، وهون